بكم. اليوم نروح لولاية جيجل لنقف على زراعة الموز في جيجل، حيث أنه الشعبة هذه تاع زراعة الموز عرفت قفزة نوعية وكمية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، حيث أنه ارتفاع الحرارة المناخية بصفة عامة يعني في شمال إفريقيا جعل من هذه الشعبة أكثر اندماجا وأكثر ملائمة للمناخ، وفيه يعني استثمارات كبيرة في إنتاج الموز في كل من ولاية جيجل وكذلك ولاية تيبازا. هذه زوج ولايات رائدة في هذا الميدان، وكذلك فيه يعني استعمال تقنيات جديدة مع المهندسين الفلاحيين اللي اندمجوا في العملية تاع تطوير زراعة الموز في الجزائر. والآن يعني العملية هذه الآن بفضلها وصل نسبة يعني تلبية الحاجيات نتاع الاستهلاك الوطني إلى تقريبا 50%. بقات 50% من الكمية تاع الموز يتم جلبها من الخارج، خاصة من دول أمريكا اللاتينية. والعملية هذه تاع الاستخلاف الاستيراد بواسطة الإنتاج الوطني عملية تتم حاليا بكل سلاسة. علاش بكل سلاسة؟ لأنه الأسعار نتاع الموز في الجزائر تعرف استقرار نسبي يعني في الفترة هذه تاع الاستخلاف نتاع المنتوج المستورد بالمنتوج الوطني، عرفت استقرار في سعر الموز، وهذا يدل على أنه العملية تمشي بسلاسة، وإحنا إن شاء الله نصل إلى نسبة تغطية الطالب الوطني ب100%. ولماذا نروح باتجاه التصدير؟ كما قلنا أنه المناخ اللي أصبح شوية حار، يعني أبقى يعني إحنا رانا الجزائر، في الجزائر راح نروح للمناخ استوائي تقريبا، واللي عندنا زوج فصول. إذا بهذه يعني التغيرات، يعني إلا عرفنا كيفاش نستوعب هذه التغيرات ونتأقلم معها بالعلم والتكنولوجيا، نتأقلم مع التغيرات المناخية بكل أرياحية، ونستغل الجديد في هذه الميادين تاع الفلاحة مع التغير المناخي. إذن قضية إذن إنتاج الموز راهي ماشية بجدية، وكذلك فيه يعني مواد أخرى، يعني فواكه استوائية أخرى يتم جلبها وتجربها في الصحراء الجزائرية في عدة مناطق، يتم تجربة فواكه استوائية جديدة وتطويرها يعني بطريقة جد متطورة. الآن في استثمارات كبيرة في هذا الميدان، إذا هذا الشيء جيد. نخليكم تتابعوا على كل حال التجربة نتاع زراعة الموز في ولاية جيجل في هذا التقرير، والسلام عليكم. زراعة الموز بولاية جيجل شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل آلية الدعم والمرافقة وتفاني هؤلاء المستثمرين في خدمة أرضهم وتطوير هذه الشعبة. بفضل الله استطعنا باش ننجو العام الأولي والعام الثاني، وحققنا نتائج جد إيجابية. نشتلو هذا الموز عندنا هنا محلي 100%، ونحاولوا كيفاش نبدلوا مجهود باش نقصوا من الاستيرادات ان شاء الله. الحمد لله يعني ما لقينا حتى العراقيل يعني في الميدان هذا، ورانا دروك رانا كما نقولوا هنتجوا انتاج يعني مليح، ورانا نسوقوا حتى للولايات الاخرين، ونتمنى ان شاء الله يكون نجاح اكثر. إنتاج الموز داخل البيوت البلاستيكية تجسد اليوم على أرض الواقع، وخلف رغبة كبيرة لدى منتجي هذه الفاكهة. تجربة راهي ناجحة في الولاية،
ونشكروا الدوله باللي اللي وقفت معنا في الدعم هذا تاع لي ملتي شابيل هادو اللي وفرت لنا كل الشروط يعني اللي نحتاجوها باش نوفروا الانتاج تاع البنان. شي واحد نحوسوا على الكميه، لازمنا نغطيو السوق المحليه ومن بعد الفائض نصدروه. الدولة راهي تشجع في الاستثمار المحلي في الانتاج المحلي بهدف التقليل من الفاتورة تاع الواردات. إذا احنا هنا في جيجل رانا أكثر من 20 مشروع ربما بمساحات فوق 4 هكتارات، كذلك هناك إخوة روقيد الإنجاز. كذلك بالنسبة لجانب التسويق لقي هذا المنتوج استحسان كبير من طرف الإخوة المستهلكين بحكم الأسعار تاعو بحكم المذاق كذلك تاعو. مرافقة ودعم المستثمرين في المجال الفلاحي سيسهم في تنمية مستدامة واقتصاد أخضر متنوع